ماشي باسكو لازم نسكسي في الأميرة. بقدرة إنتاجية 17.44 موجهة للتجميع. أعطينا اليوم الموافق لعشرين جوان 2021 الانطلاق الرسمي لموسم الحصاد والدرس لسنة 2020-2021. نتمنى أن الغلة تكون وافرة ومباركة، وأن من هذه المناسبة أيضا أن نجددوا الدعم ديالنا والمرافقة تاعنا للفلاحين. هذه العملية وعلى غير كل الولايات يعني اللي منتجة للحبوب الشتوية، إلا أننا نعطيه رمزية لهذه العملية نظرا يعني للأهمية نتاعها، ونظرا للأهمية اللي تعطيها السلطات العمومية خاصة في تخفيض فاتورة الاستيراد هذه المادة الحيوية واسعة الاستهلاك. إذا احنا على مستوى هذه الولاية بالرغم يعني من أنه المساحة متواضعة نوعا ما لا تفوق 1500 هكتار، إلا أننا نساهم بقدر المستطاع.